احنا بتمنى امنيه كده. واحنا بنتكلم على الفقره دي لسه حتى كنت بقولها لضيفي، لو حضراتكم فاكرين فيلم فؤاد المهندس، مش فاكر اسم الفيلم، كان اللي هو كان بيروح ياخد حبايه شجاعه على حبايه مروءه على حبايه اخلاص على حبايه اخلاق. انا نفسي بصراحه ان احنا نبقى في المدينه الفاضله، واقولوا عليا ان انا اوفر شويه في تفكيري، بس وماله يعني، ليه لا؟ طالما احنا ناس كويسين وجدعان وفينا الشهامه ودمنا خفيف وحلوين كده، المصريين حلوين. طيب فين الحته دي؟ فين الحته بتاعت الاخلاق والرقي والذوق؟ وايه المشكله لما حد مثلا يجي يخبطك بكتفه فتقول له ولا يهمك، انا عارف ان ما كانش قصدك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك التمس لاخيك 70 عذر، فانت فين من 70 دول؟ ده انت من اول مره ما بتلتمسش. احنا بنعمل كده مع القريبين مش مع الغرب، بس عشان بس نبقى حقيقيين وكلامنا حقيقي. تعالوا نشوف الاخلاق راحت فين. هي موجودة بس شوية يعني عندها أنيميا شوية، إزاي نزودها ونديها الفيتامين والحديد اللي يخلي الأخلاق دي موجودة عندنا كلنا. اسمحوا لي أني أرحب بضيفي أستاذ أحمد السعد، أخصائي تنمية بشرية. أستاذ أحمد أهلا بيك ومنورني. أهلا وسهلا بحضرتك، بنورك. تحياتنا ليك طبعا، حضرتك عراقي، تحياتنا ليك وكل أهل العراق. نور مصر. تحياتي ليكي ولأهل مصر ولكل الدول العربية ولأهلي في العراق ولي يعني في كل يعني الدول العربية إن شاء الله تعالى، كلنا واحد. أكيد. يجمعنا عنوان واحد وهو عنوان الإنسانية أينما كنا. صحيح. أنا عايز أعرف من حضرتك طبعا في البداية، إحنا بنعمل فقرة عن حاجة مهمة جدا، عن الأخلاق، فأنا هروح مع حضرتك كده للأخلاق وأهميتها في المجتمع. وإحنا كنا بنقول قبل الفاصل إن ايه رايك لو فعلا بقى كلنا اخذنا حبوب الاخلاق وبقى كلنا عندنا اخلاق؟ طبعا هي الفكره فكره يعني خياليه، يعني التي كان يجسدها الفيلم، يعني لا يمكن ان نتوقع ان توجد حلول خارقه للقوانين وخارقه للعادات، وبالتالي تلهمنا الاخلاق وتلهمنا وتعلمنا كيف نتعامل مع بعض. احنا بنتخيل، جاست مجرد تخيل، مش حاجه ان احنا عايزين نخرج بره الطبيعه. ولكن اسمح لي اقول لك ان احنا لما بيكون طموحنا كبير قوي قوي قوي، حتى لو ما كانش طبيعي، على الاقل ممكن نقدر نوصل لاقل منه شويه. بالضبط، يعني هو يعني صوره الخيال صوره اكثر من ان توصف بالجمال، يعني اكثر من تكون جميله. حينما يعني تشاع مبادئ الصدق والأمان والمودة والمحبة والحفاظ على الأمانة والأخلاق الصحيحة والألفاظ الاحترامية التي تعبر عن مدى احترامنا لبعضنا، لو تخيلنا المجتمع بهذه الشاكلة، أكيدا ويقينا سنتخيل مجتمعا يعني مجتمعا متكاملا من كل النواحي، متكاملا من الناحية الاقتصادية ومن الناحية السياسية ومن الناحية في كل النواحي. الأخلاق وموضوع الأخلاق موضوع مهم جدا جدا. نحن يعني طالما او كثيرا ما نركز على الأمور العلمية والأمور المادية والأمور الملموسة، ولكن هنالك أمور تحكم المنظومة المجتمعية بشكل عام. المنظومة المجتمعية التي هي العلاقة الاشتراكية أو العلاقة التشاركية ما بين الأفراد، ثم كأسر، ثم كمناطق مناطقية، ثم ما بين هذا الطرف وما بين الدولة التي هي قائمة على حكم كل مفاصل الحياة في المجتمع. إذا وجدت علاقة اشتراكية صحيحة ما بين الفرد وأخيه الفرد، ايا كان هذا الفرد الثاني، يعني سواء كان يعني اخوك، ابوك، زوجتك، امك، ابنك، كيف تتعامل مع التعامل الصحيح والتعامل السليم والتعامل القائم على اسس الود، اسس الاخلاق، اسس الصدق، اسس النقاء. يعني تخيلي ان تكون الاسره التي انت تدخليها او البلد، أي بلد، نحن حينما نذهب إلى الخارج ونذهب إلى أوروبا ونرجع إلى أوطاننا، نتكلم ونحكي عن الالتزام في قوانين السير والالتزام في قوانين العمل واحترام يعني المراجع أيا كان، واحترام المريض، احترام حتى الحيوان له حقوق معينة.
كفلتها الدساتير الوضعية وكفلتها الدساتير التشريعية والدساتير السماوية أيضا. ولكن نحن ما نمتلكه كمسلمين من إرث قرآني وإرث إسلامي المفروض يؤهلنا أن نكون نحن سادة العالم في الأخلاق، وأن نكون سادة العالم في الصدق، وأن نكون سادة العالم في الأمانة. وعلى العكس من ذلك نحن أصبحنا أين؟ أنا لا أريد أن أتكلم بألم، لأنني بالفعل والله حينما أتكلم عن الأخلاق أتألم من داخلي. يعني حينما أشاهد المشاهد المروعة، حينما أشاهد أن الصدق حاجة أصبحت نادرة. يعني تجلس مع الشخص سواء كان حامل لشهادة أو سواء كان في تاجر أو سواء كان بائع أو سواء كان سائق أو سواء كان إعلامي أو دكتور أو طبيب، لا تجد يعني لا تجد في أو لا تلتمس في كلامه الصدق إلا بنسبة معينة. يعني حتى تعاملك مع الآخرين قائم على أساس الخوف والتردد. هو فعلا بيقول كده، هو فعلا قصده كده، هو فعلا حصل كده. وبالتالي ضياع الأخلاق أو يعني تصادم المنظومة الخلقية بمصدة قوية جدا وهي مصدة الانهيار يؤدي بنا إلى نتائج يعني لا نتوقعها. وبالتالي نحن الآن نعيش في لنقول بنسبة معينة بسيطة مما يعني من آثار أزمة الأخلاق ومن آثار تردي الأخلاق في المجتمع. وبالتالي فكلنا مدعوون، كلنا يعني كل شخص مدعو إلى أن يعيد الأمل، يعيد الأمل إلى النفوس من جديد. أنا كأب في البيت حينما أعلم أولادي على الأخلاق الصحيحة وأعلم أولادي على الصدق وعلى الأمانة وما إلى ذلك، أكيدا ويقينا سيأخذوا مني هذه الطباع. ولكن حينما يخرجوا إلى الشارع ويخرجوا إلى المدرسة وإلى البيئة سيكتسبوا الأخلاقيات الأخرى. ولذلك الأخلاق وموضوع الأخلاق وأزمة الأخلاق هو موضوع عام. يعني الدولة تتدخل فيه، رجال الدين المفروض يتدخلون فيه، الإعلاميين يتدخلون فيه، كل شخص يشعر في نفسه أنه يملك رسالة في هذه الحياة يجب أن يسعى من أجل أن يوقف مهزلة انهيار الأخلاق، يوقف مهزلة أنه ضياع الأخلاق تهديمها بهذا الشكل الذي نجد. والله يا استاذ احمد انت بتتكلم على حاجه مهمه وعلى اساسيات. انا عايزه اكلمك في حاجه كمان، ان احنا طريقه الحديث نفسها وطريقه الكلام نفسها دي من اساسيات الاخلاق اللي احنا برضو افتقدناها، وده اللي انا عايزه اتكلم مع حضرتك عليه، على فكره الشياكه والكياسه في التعبير. يعني حضرتك مش مصري عشان كده ما شاء الله عندك الالفاظ صحيحه جدا، اللغه العربيه عندك تعرف، الاعلاميين طبعا احنا بنبقى دارسين وفاهمين الكلام ده، فمخارج الالفاظ عندك ما شاء الله. دلوقتي لما تيجي تربي جيله وتقول لابنك مثلا، للاسف احنا بقينا بنتباهى بان ولادنا في انترناشونال وبيتكلموا الانجليش احسن من العربي، ولا العربي هو لغتنا الاولى وبلاش فكره فكك ونفض. طب احنا ماشي طبيعتنا ان احنا في مصر ما بنتكلمش اللغه العربيه الصرف، لان مثلا لو جيت مثلا اقول لبنتي قولي كيف حالك يا امي فتهزر، يعني افتكرني ان انا بهزر. يعني فاهمني، فلو دخلت حد مثلا اقول له عمت مساء هيبقى الموضوع افيه يعني فاهمني. بس الموضوع يبقى في كيفيه صياغه الحديث، احنا ما بنتكلمش لغه عربيه فصحى، ما بنقولش بس نحافظ على الهويه العربيه بتاعتنا، مخارج الالفاظ، الشياكه في التعبير. انا ببتدي مع حضرتك في ابسط الحاجات، تعالى مثلا تكلم طفل، انت بتسمع الطفل بيسمع امتى لغه عربيه صحيحه؟ وممكن ما تكونش صحيحه في افلام الكرتون. صحيح فعلا، صحيح. فالاساسيات دي لو احنا حطيناها تفتكر فعلا المجتمع هيتغير؟ وهل فعلا ان لغه الحوار بدايه من النشأة، انا دايما ببتدي بالاطفال لان هو ده الاساس. أكيد انت طبعاً. لو الشخص الكبير هو ما اتولدش كبير على طول، ده أكيد. حاجه لوجيك، يعني حاجه أكيد. طبيعيه اكيد. طيب هل البدايات دي هي اللي بتؤدي الى النهايات، سواء كانت نهايات جيده كلها اخلاقيات،
او لا قدر الله نهايات كلها سفك دماء وتحرش وعنف وانعدام اخلاق. اكيد طبعا، احنا اذا اردت ان تبني مجتمعا صالحا ابني فردا صالحا. ده حقيقي. اذا بنيت فرد الذات يعني احنا تكلمنا في حلقات اخرى وقلنا بانه الاساس هو بناء الذات او اداره الذات. فاذا ادرت الطفل او بنيت اخلاق الطفل وتربيته، انا اريد ان اسال سؤال بس فقط. يعني كلنا كاباء او كامهات نلاحظ، واكثر ما يشغل اهتمامنا من يعني في اولادنا هو انهم يحافظوا على دروسهم ويحافظوا على مستواهم العلمي او على مستواهم العلمي. طبعا انا مع حضرتك بالنسبه لموضوع اللغه العربيه وموضوع اللغه الانجليزيه والتاريخ والجغرافيا وكل علم والرياضه وما الى ذلك، كل العلوم كلها علوم ضروريه ومطلوبه والطفل لازم يتعلمها ويتثقف وما الى ذلك. ولكن انا عندي شاب تمام في الاعداديه طلع معدل 95 تمام، راح دخل الى كليه الطب فاصبح طبيبا. فانا شخص متمكن ماديا، ارسلت ابني ليدرس في الخارج. يعني ارسلت ابني ليدرس في الخارج. تخيلي يعني قيمه هذه الكلمه او خطوره هذه الحركه او هذا القرار الذي انا اتخذ، او بنتي. فبعثتها لتدرس في الخارج. ثم انهارت امام المجتمع الذي انخرطت فيه او اختلطت معه. مختلف طبعا عن عاداتنا وتقاليدنا واصولنا وكل مختلف حاجه. مختلف تماما. لما رجعت الى 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 البيت رجعت فقدت اشياء كثيره كطالب او كبنت او ولد، فقد اشياء كثيره، وبالتالي انا فقدت ابني ولا استطيع ان استرجع ولا استطيع ان يعني افتخر يعني امام الناس واقول هذا ابني. فماذا استفدت انا من معدل الطب او من كون ابني طبيبا؟ لو ان ابني قد اكتسب اخلاقيات السرقه، طبيبا ولكن كذابا، يغش الناس ويخدع الناس ولا يمتلك من الخبره ولا من المعلومات ما يؤهله الى معالجه المريض. طيب. او الى معالجه حاله من الحالات. وهذه ايضا من الازمات الاخلاقيه التي نحن يعني نتكلم عنها بألم. يعني طبيب على مستوى عالي من الـ من الـ من الشهاده، يعني انت اعلى يعني شهاده حاليا اكاديميه بالمقاييس الاكاديميه، كيف لا تركن الى المنظومه الخلقيه في التعامل مع المرضى؟ كيف تتخلى عن انسانك الذي في داخلك، عن ضميرك الذي في داخلك؟ كيف تتخلى عن كل هؤلاء من اجل الماده ومن اجل حفنه الدراهم وحفنه الدنانير؟ يعني تشارك في موت انسان او تشارك. صحيح. في موت كثير من الناس، مصانع الادويه. غيرها. في كل المجالات، في كل المجالات تجدين اي مجال من المجالات تدخليه لا تجدي فيه ان الاخلاق هي اليافطه التي تسيطر على المكان، تجدين ان المكان خلاص يعني لا تستطيع ان تكملي حياتك فيه. صحيح. انا معاك جدا في ده. طيب احنا قاعدين نقول الحاجات اللي مش لطيفه، بس احنا عايزين نرجع بقى كل ما هو جميل والهدوء والسكينه. هل حضرتك تفتكر، خليني برضو زي ما احنا قلنا موضوع البيت والاطفال، نروح بقى لنقطه تانية برضو، هل برضو تفتكر فيها الحل هو البعد عن مشاهد العنف، الالعاب؟ وانا عملت انترو مخصوص عن اللعبه السخيفه جدا اللي مصر كلها بتلعبها وبقت ادمان، مش مصر، العالم كله بيلعبها. نعم. مش عايزه اقول اسمها عشان ما نبقاش بنعمل لها اعلانات او بنسوق لها اكتر. وهي عباره عن ايه؟ حرب برضو، حرب، ومين يقتل مين ومين اللي يعيش، ومفروض انت تخش تقتل في الناس كلها وانت والكرو بتاعك، او حتى لو الكرو بتاعك او الفريق بتاعك مات وتفضل انت. يعني ايه الهدف ان انا اقعد اعمل لعبه فيها قتل ودم واسلحه ومش عارف؟ يعني تفتكر ان ده برضو من ضمن الحاجات اللي لو اتصلحت هنرجع الاخلاق، المشاهد اللي بتطلع في التلفزيون، المحتوى اللي بنقدمه للناس في الميديا او حتى على السوشيال ميديا؟ والله يعني انت اثرتي نقطه مهمه جدا، وهي نقطه الموبايل بشكل عام. كون ان الاولاد وخصوصا في مرحله المراهقه من العمر اللي هي ما فترة ما بين العشرة وال 15 سنة، دي فترة خطيرة جدا 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 بالنسبة للبنت أو الولد. صحيح. يعني أنا شايف أنه في أغلب تصرفاتنا أو سلوكنا في داخل البيوت
ما بعد الثورة الإلكترونية وما بعد وصول الإنترنت ووصول الموبايل إلنا ضاعت الكثير من القيم الأسرية والقيم المجتمعية وضاعت الكثير من الأصول عندنا. يعني كل واحد يجلس ويمسك موبايله في إيده ويتكلم ويتحدث مع العالم الخارجي ويترك أمه ويترك أبوه ويترك أخوه الكبير أو أخته ويترك معاناة الأسرة وهو لا يعرف ماذا في الأسرة أصلاً. أيوه. ماذا حصل عند والدته أو ماذا حصل عند والده، تمام؟ هو منشغل بتليفونه، منشغل بمحادثاته، منشغل بالألعاب، مثلاً لعبة الألعاب اللي تفضلتي فيها حضرتك، وبعض الألعاب تكون ألعاب أصلاً هادفة لزرع فكرة معينة وهو ما نسميه أو ما أطلق عليه بالسوفت باور اللي هي القوة الناعمة، كيف تؤثر على عقلية الإنسان وتقود الإنسان بحيث يفكر بما أنت تريد وتكون سلوكياته بما أنت تريد أن يعني بما أنت تريده أن يصل إليها، وبالتالي بالفعل هو وصل إلى سلوكيات هي سلوكيات غير مقبولة. وصلنا إلى مرحلة يعني أنا في الفيسبوك وفي كثير من مواقع التواصل الاجتماعي تعرض علي كثير من المشاكل المجتمعية، أريد أن أعرض حاجة بسيطة جدا. تخيلي إذا وصلنا إلى مرحلة أن الابن يتآمر على أبيه، الابن يتآمر على أبيه من أجل المال، من أجل أن يحصل على المال، يتآمر في مؤامرة ويدخل أبيه في كثير من يعني كأنما فيلم كامل معد ومفبرك في سبيل أنه أبوه يعني يدفع الضريبة، يدفع الضريبة. بالتالي الزوجة تتآمر على زوجها، طب حنوصل فين يعني؟ صحيح. يعني يعني أنا يعني دي أمي، أمي تتخلى مني، تتخلى عني من أجل نزواتها ومن أجل شهواتها. أنا مش هستبعد الكلام اللي حضرتك بتقوله، لأن يعني إحنا بصراحة بقينا في أخلاق نهاية الزمن. بس يعني إحنا تنزل إلى الشارع، تنزل إلى الشارع أخلاقيات الزحام مثلاً. أخلاقيات الزحام. طب فين الإيثار؟ مش إحنا كلنا نتكلم عن الإيثار ونتكلم عن الإنسان والخلق ايه ده يعني؟ من عشان كده سالت حضرتك ازاي نعدل ده، يعني ازاي، هل نبتدي بالسوشيال ميديا، نبتدي بالاعلام؟ انا ابتديت بالناحيه دي بعد التربيه على طول، لان دي الناحيه الاقرب لانفسنا ولاولادنا. نعدل ده ازاي؟ نهتم مثلا بالناحيه الدينيه ونبتدي نتذكر دايما ربنا سبحانه وتعالى ونتذكر الاخره، وان كلنا زي ما قلت ان احنا في اخرنا خلاص في قبر وهنبقى لوحدينا، وعملنا الصالح. ودايما بقول انه جميل الاثر لا يموت، فعلا يعني الواحد بينتهي وكلمته الطيبه وعمله الصالح هو اللي بيفضل. نعم. تفتكر ان ده ممكن يكون مدخل الحل؟ طبعا هو الحل، بدايه الحل، يعني هو الحل في طريقين، يا اما نبتدي هرميا يعني من الاعلى للادنى ونصلح المنظومه العليا التي تحكم المجتمع، وبالتالي نضع قوانين صارمة لكل من يتجاوز بصوته وألفاظ البذيئة. يعني ما هذه الألفاظ البذيئة؟ أين أنتم تعيشوا؟ ما هذا؟ أي يعني أنا يعني ماشي، خلينا نروح للحلو شوية، يعني قولي حاجات حلوة بقى. يعني لا يعني أذنك لا تستطيع أن يعني أن تسمع كمية الألفاظ البذيئة التي تسمعها وأنت في الشارع. يعني قصدك الواحد دي أول حاجة حلوة نفكر إن احنا نحسن ألفاظنا شوية، إيه تاني؟ تحسين لا بقول لك يعني يا إما أن توضع قوانين تشريعية وتصدر قوانين أنه مثلا من يشغل صوت عالي والفضاء، هذا الفضاء ليس فضائك، هذا ليس ملكك، ليس من حقك أن تجبرني على أن أسمع الأغنية اللي أنت يعني معليها في صوت عالي. تمام. ليس من حقك أن تضايقني وأنا مع زوجتي أو مع خطيبتي في حديقة عامة أو مكان عام وتعدي وتشغل الأغاني بصوت عالي أو ترمي كلمات أو يعني أول حاجة حضرتك بتقول نرجع الأخلاق، إن احنا نحط قوانين تعمل انضباط للأخلاق العامة على الأقل في الشارع بره في الاحتكاك مع الناس. إيه تاني؟ إيه تاني؟ بالضبط، يعني يجب أن توضع قوانين وأمور صارمة لإيقاف التجاوزات الأخلاقية. إلى ذلك يكون لدينا اهتمام توجيهيا، يعني الإعلام يوجه، المدارس توجه، المعلمين يوجهون، كل المجتمع يتكاتف من أجل هدف سامي وهو أنه نرتقي بواقعنا الحضاري. الناس والدول تقاس حضارتها وتقاس تطورها ليس بالتكنولوجيا، صحيح، لا،
ماذا نفعتنا التكنولوجيا انا حينما امتلك القنبله النوويه ويمكنني ان اظلم الناس او ان اظلم الاخرين او ان اقتل الاخرين؟ فماذا نفعني التطور التكنولوجي او التطور النووي في هذه الحاله؟ تمام. في الكثير من الظواهر السلبيه التي نحن نعيشها ونعاني منها ونتالم من عندها، يعني يمكن لو كل واحد من عندنا عمل من موقعه، يعمل موقع، يعني ايه؟ يعني انا انصح الناس في الصدق والامانه، وانا لا اؤدي الامانه. صحيح. انا كمعلم اؤدي رسالتي او التعليميه ولا اؤدي رسالتي التربويه؟ دي اجمل حاجه حضرتك قلتها، ان الواحد يبتدي بنفسه، لانه فقد الشيء لا يعطيه، نبتدي بانفسنا، ما نقعدش نقول الدنيا كلها كده ويعني انا اللي هغير الكون، لا، كل واحد فينا يغير ويبتدي يحاول. واعتقد ان احنا لو عندنا النفس اللوامه وكل واحد بيلوم نفسه، مفيش حد بيتغير كده في يوم وليله، كلنا بيبقى في عندنا حاجات مضايقانا وعايزين نغيرها، بس نبتدي بنفسنا، وحتى لو حاجه صغيره غيرناها اكيد هيبقى ده شيء كبير في رجوع الاخلاق مره ثانيه. استاذ احمد السعد، اخصائي تنميه بشريه، انا بشكرك، شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. شكرا جزيلا ليك. الله يخليك. مشاهدينا، اتمنى ان شاء الله فقراتنا تكون عجبت حضراتكم، والحاجات السلبيه اللي بنقولها مش قصدنا ان احنا يعني نقول ان الدنيا كلها وحشه، ولكن لازم نعرف المشكله ونعترف بيها عشان نلاقي حل، ودينا بنعرض الحلول، وان شاء الله باذن الله نقدر، ربنا سبحانه وتعالى يقدرنا، ونقدر على قد ما نقدر نطبقها على انفسنا، وطبعا هنلاقيها اكيد في غيرنا. اشوفكم ان شاء الله باذن الله في حلقات تانية كتير، بكره هتجدد اللقاء مع فريق عمل جديد، اما النهارده فتحيات فريق عمل هذا اليوم، والى اللقاء.